السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الفيديو سابق عن الفرق بين الكود والستاندرد والجايد لاين، وقلنا ان الكود ده حاجة أساسية، حاجة ما فيهاش هزار، زي لما يقول لك ان اقل عرض للطرقة مثلا متر ونص، يبقى لو انت قللت عن كده انت كده عملت شغل غلط. مهما حصل ده غير مقبول تماما، يعني ما فيهوش مناقشة، انت كده خالفت نقدر نقول القانون او يعني حاجة ما ينفعش فيها هزار، ما ينفعش فيها انك تتناقش فيها. تمام، يعني نفس الجملة ممكن تكون موجودة في كتاب، الكتاب ده لو كود ما ينفعش ندخل فيه خالص، لو ستاندرد لا بنحاول نمشي عليها وحاجة أساسية والحاجات دي كلها ودي اللي متفقين عليها، وممكن أقول لك معلش الحاجة دي رجعها لأن إحنا متفقين في الستاندرد نعمل كذا كذا كذا. ده ستاندرد بنعمله عشان نسهل على نفسنا الشغل، وممكن يكون الدولة نفسها عاملة ستاندرد بس مش إجباري، يعني لو أنت ما التزمتش بيه خلاص ما فيهوش مشكلة، ده حاجة إيه ليك أنت تسهل لك الشغل. جايد لاين ده حاجة كده إيه، محدش يقدر يقول لك أنت ليه ما التزمتش بيه، يعني مثلا أنا عمر سليم عملت حاجة وحطيتها في المجلة أو حطيتها فيديو أو كذا أو كذا، عملت بيها خير وبركة، ما عملتش بيها خير وبركة. الكود السنغافوري عامل حاجة كود أساسية اي مشروع في البلد لازم يعمله، لو ما عملوش يبقى في مشكله. في حاجه ستاندرد دي الناس تمشي عليها تسهل لها الشغل، في جايد لاين بيقول لك والله لو انت شغال حاول انك تعمل كذا قبل كذا، واللي المفروض اللي يحصل كذا او كذا، احنا اشتغلنا وشفنا الفرق بينهم كذا كذا كذا. والجايد لاين دي حاجات ايه بتسهل لك الشغل وحاجات كويسه. طيب لو في اختلاف او تضارب بين الاثنين، يعني لو احنا عندنا كود وستاندرد وعندنا جايد لاين في تضارب، الجايد لاين في تضارب مش مشكله، بس اقدر انا عندي في ورقتين متضاربين فلازم يبقى في حاجه الاولويه. اي حاجه متعارضه مع الكود دي كده غلط. ليه غلط؟ يعني اعتبرها مش موجوده، يعني لو الكود بيقول لك ان حاجه معينه واحنا اتفقنا في الستاندرد على حاجه عكسها، لا يبقى الاتفاق ده غلط، انت كده الاتفاق ده مخالف للقانون فيتلغي، زي لما يكون في دستور وقانون، فالدستور اقوى، فلو في اي ماده في القانون بتخالف الدستور كانها لم تكن، دي غلطه من التشريع ولازم تختفي. تمام، الحاجه اللي اتفق عليها لازم ما تكونش بتخالف القانون، والقانون هنا كود، فما ينفعش ان احنا نتفق على حاجه، يعني ما ينفعش الكود مثلا بيقول لي الخرسانه تبقى سموكه كذا والحاجات كذا واحنا نتفق على حاجه مخالفه ليه او اقل من اللي هو قال عليه، لا احنا لازم بنلتزم بالحاجه الاقوى. طيب لو حصل تضارب بين العقد والبيم اكستنشن بلان، العقد ده اللي هي اللي بتفق على المشروع من فوق، يعني بيقول احنا عندنا مشروع وعايزين نستلمه كذا وكذا وكذا، ما بندخلش في الديتيلز، البيم اكستنشن بلان بيدخل في الديتيلز. طب قدر حصل ان في جملتين ضد بعض، واحده بتقول يمين واحده بتقول شمال، على سبيل المثال العقد بيقول ان انت هتسلمني الشغل ال او دي 400 بس البيم اكستنشن بلان قلنا لا 300، انا اللي يمشي العقد هو اللي يمشي، العقد هو اقوى من البيم اكستنشن بلان. تمام، يبقى احنا عندنا الكود اللي هو الاساسي ده اهم حاجه، بعد كده العقد، ولازم العقد ما يكونش فيه حاجه بتخالف او بتتضارب مع الكود، والا كده انت بتعمل حاجه مخالفه للنظام بتاع البلد. يعني مثلا دول الكومنولث وفنلندا والدنمارك والنرويج قال لك احنا هنشتغل الكود بتاعنا اوبن بيم، مش هستلم شغل غير اوبن بيم، فانا جيت بقى في العقد ورحت قايل لك لا احنا مش هنشتغل بالاوبن بيم، احنا هنشتغل بالكود الامريكي، يقول لك اشرب كل الشغل بتاعك مش هستلمه ملوش اي لازمه عندي، لان انا عندي الكود الاساسي الدستور بتاعي بيقول ان انا لازم اشتغل بالاوبن بيم. اتفقنا؟ فدلوقتي لو في تعارض بين العقد وبين بيم اكستنشن بلان، كلام العقد هو اللي يمشي. حصل لو كده في مشروع كان كل الورق بيم اكستنشن بلان بيقول ال او دي 300، العقد بيقول ال او دي 350، فخلاص في تضارب، العقد مشي ولازم تطلع لي الموديل تسلمه لي 350. طب ما احنا كاتبين في البيم اكستنشن بلان، لا البيم اكستنشن بلان ده ما يمسحش العقد، العقد ده ورقه قانونيه والناس ماضيه عليه، هو ده الورقه الاساسيه، هو ده اللي الاداره العليا شايفاه موافق عليه، فخلاص يبقى ده هو ده الاساس، والبيم اكشن بلان ده تفاصيل، كل التفاصيل بتاعته تشتغل الا لو تعارض مع العقد.
والعقد كله شغال الا لو تعارض مع الكود بتاع الدوله. ثواني.